للحديث عن هذا الموضوع معنا من جازان مراسل إخبارية عبد الله الفيفي. عبد الله، تفاصيل أكثر لو تطلعنا عليها يعني حول ما حصل من هذه القذيفة. نعم أختي حفصة، طبعا في صباح هذا اليوم سقطت عدة مقذوفات على محافظة أطوال بمنطقة جازان، حوالي 5 مقذوفات. أصابت إحدى هذه المقذوفات أحد المنازل، حيث أصيب مواطن وطفلة إصابة متوسطة، نقلوا بعدها إلى المستشفى فورا، حيث باشرت الجهات المعنية الحادث وباشر الدفاع المدني. وفي بيان للدفاع المدني أنه باشر الحادث مع الجهات المعنية وتم تطبيق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالة. طبعا فورا قامت القوات السعودية بالرد على مصدر هذه المقذوفات في الأراضي اليمنية، والأوضاع في هذه اللحظة الحمد لله الأوضاع طيبة. يعني الوضع بشكل عام في جازان حتى الآن؟ نعم، مثل ما قلت لك أختي حفصة أنه سقطت عدة مقذوفات فقط صباح هذا اليوم في الساعة الثالثة صباحا على محافظة أطوال، حيث أصيبت طفلة ومواطن بإصابة متوسطة نتيجة سقوط إحدى هذه المقذوفات، وهي تقريبا حوالي 5 مقذوفات أصيبوا إصابات متوسطة، نقلوا بعدها إلى المستشفى، حيث باشرت الجهات المعنية الحادث. وفي بيان للدفاع المدني الذي باشر طبعا الحادث أنه تم الوقوف على الحادث وتطبيق الإجراءات المعتمدة. طيب شكرا جزيلا لك عبد الله الفيفي مراسل إخبارية من جازان.